أخبار اليوم. معالي وزير الثقافة الدكتور حلمي النملم، بنرحب بحضرتك معنا ببوابة أخبار. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. معرض الفنان عبد العال، وإحنا جايين نشوفه. في مجموعة كبيرة للفنان الكبير عبد العال، ربنا يشفيه ويديله الصحة. هو بيعالج دلوقتي، فالمعرض ده أقيم احتفاء به وبمجموعة اللوحات اللي موجودة. و طبعا هو غني عن التعريف واسمه معروف من خلال رسوماته طوال عمره في روزا اليوسف في صباح الخير، لكن مجموعة اللوحات اللي هنا هو عامل اهتمام كبير بالمرأة المصرية في كل المناطق، المرأة في الريف، المرأة في الصعيد، والمرأة البدوية، وهو أجاد في توصيف هذه المرأة بالفرشاة. من وجهة نظر حضرتك يا فندم، ازاي نقدر نستثمر الفن التشكيلي في نقل صورة حلوة عن مصر؟ الفن التشكيلي طول عمره بيعمل ده، يعني اللي يفتكر رسومات بيكار وأدهم وسيف وني وصاروخان وغيره، كان محمود سعيد والجزار. الحقيقة الفن التشكيلي في مصر كان باستمرار بيقدم صورة إيجابية وجميلة عن الأوضاع في مصر، لأنه الفن حتى لو كان هيقدم انتقاد، لأنه بيقدم ده بشكل جميل. شكرا شكرا يا فندم.